السلام عليكم. والله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يا حبيبي ارضى. اما بعد، احببنا نفيد بامر لربما يجهلونه الكثير، حتى يعني لا نعين الناس هذه على هذا الامر. يعني اذا جهالهم يعني عند رب العالمين ما نقدر، ولكن اذا يعلم الكارثه من يعلم ويعمل، هذا الكارثه. نسال الله السلامه من ذلك، وان يهدينا وجميع المسلمين. الامر انا اتكلم للسنين القادمه، يعني أنا ما بقى شيء. يعني الحين أسأل الله يرحمه ورحمته يبارك لنا بحالنا وجميع المسلم، وقريب ونربط في مسابقات للسنين القادمة. يعني ما نعلم، أنا ما نبي الأمر تطور. أنا وصلني علم في أحد يعني الدول يعني المجاورة أنهم يسوون مسابقات ويصير فيها دفع مال، يعني كل مشترك يدفع مال معين ولو يعني 10 دينار. هذا يعني ما يجوز، يعني بل الشرع يعني، لأن المغرر يعني عند العلماء كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، فلابد أن لا نعمل العمل إلا ونحن عارفين ما نعمل، حتى يعني لا نبحث مصالح دنيوية على حساب الدين، ولا نشارك هذه الناس التي يعني تقيم بهذا الأمر يعني ونعينهم على ذلك. من يوصل هذا العلم أغامت عليه الحجة، يعني من يجهل الشهادة عند رب العالمين. أنا ما أقدر أقول هل هو محاسب أو غير ذلك، ولكن من يبلغه كلامي يعني بلغت على الحجة بإذن الله. فاحذروا ولا نعين الناس هذه اللي يعني يعملون بالعمل هذا. لا تقول والله بذمة بعض الناس شو يسوي، بذمة فلان أنا ما لي شغل، هو راح المسابقة أو لا. يا حبيبي رب العالمين شغل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا تخبر الإثم والعدوان، يوم أنك تعين أي أحد، مو شرط المسابقة بس، أي أمر فيه إثم وعدوان يعني أنت، نسأل الله سبحانه وتعالى من ذلك، يعني يدخل بلاي هذه. فلنحذر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.